تحية لكم مشاهدينا الكرام. نتائج مؤتمر التعهدات بشأن اليمن مخيبة للآمال، حيث بلغ إجمالي التعهدات المعلنة حوالي 1,700,000,000 دولار، وهذا المبلغ أقل مما تلقيناه من خطة الاستجابة الإنسانية عام 2020، وأقل بـ1,000,000,000 دولار أيضا عما تم التعهد به المؤتمر الذي عقد في 2019. أيضا يحتاج ملايين الأطفال والنساء والرجال اليمنيين بشدة إلى المساعدة للعيش، وإن قطع المساعدات عنهم هو حكم بالإعدام. هكذا تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ختام مؤتمر المانحين الخاص باليمن الذي عقد بالأمس، حيث عقدت السويد وسويسرا بالتعاون مع الأمم المتحدة مؤتمرا افتراضيا شارك فيه العديد من الدول والمؤسسات المانحة، وذلك لجمع تبرعات لصالح اليمن، والذي انتهى بتعهدات بلغت 1,700,000,000 دولار. فهل هذه المساعدة سيستفيد منها الشعب أم ستذهب كالعادة لصالح الميليشيا الحوثية الإرهابية؟ نناقش هذا الموضوع في حلقة الليلة من حديث المساء بمعية ضيوفي. وقبل متابعة التقرير، اسمحوا هنا أن أرحب بضيف الاستوديو معنا السيد محمد الأحمدي، الصحفي والناشط المعروف. مساء الخير سيد محمد. مساء الخيرات، أهلا وسهلا. أيضا تنضم معنا عبر الهاتف السيدة عبير عطيفة، المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمي في اليمن. مساء الخير سيدة عبير. أهلا وسهلا، تحية لك سيدتي. إذن سنبدأ حوارنا حول هذا الموضوع، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير فابقوا معنا. 1,700,000,000 دولار هو إجمالي التعهدات المالية المعلنة التي خرج بها مؤتمر المانحين بمشاركة 100 دولة ومنظمة أممية ودولية كمساعدات وتبرعات لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري. نتائج وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالمخيبة للآمال، لكنه لم يجب عن مصير تعهدات المانحين للأعوام الماضية والتي بلغت في العام 2018 أكثر من 5,000,000,000 دولار ونحو 2,000,000,000 دولار في العام 2020. فقبل أن يجد اليمنيون جواباً واضحاً من الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية عن سؤال مصير أموال المانحين للأعوام الماضية، يعيد اليوم طرح السؤال نفسه: أين ستذهب المبالغ التي حصل عليها اليمن كمساعدات إنسانية في مؤتمر المانحين لهذا العام؟ وهل سيستفيد منها الشعب اليمني أم أن النسبة الأكبر منها ستذهب للحوثيين، كما أكدت تقارير الأمم المتحدة نفسها ونتائج تحقيق اللجنة الأممية التي توصلت إلى نتائج تؤكد قيام قادة الميليشيا الحوثية بنهب الغذاء من أفواه الجياع، وأن أكثر من 65% من إجمالي المساعدات تذهب للميليشيا وفقاً لتقرير برنامج الغذاء العالمي، في حين تذهب نسبة كبيرة منها كمصاريف تشغيلية للمنظمات نفسها، عوضاً عن ابتلاع مليارات الدولارات بسبب فساد وتلاعب منظمات تابعة للأمم المتحدة بحسب وكالة أسوشيتد بريس. من خلال عقد مؤتمر المانحين أمس الاثنين، لا يبدو أن الأمم المتحدة حصلت على ضمانات بعدم استمرار نهب وسرقة المساعدات من قبل الحوثيين، كما لم تدفع مجلس الأمن إلى معاقبة الميليشيا والحد من تهديدها المستمر للعمل الإغاثي. وفي الوقت نفسه لم يعلن عن اتخاذ إجراءات تجاه عمليات فساد المنظمات التابعة لها، ما يعني أن الفساد سيستمر كذلك مع غياب آلية أممية لإعادة تصحيح وضمان عملية التوزيع وإيصال المعونات إلى المحتاجين. إذن لم يتم تقييم ومراقبة المساعدات من جانب الحكومة الشرعية والمانحين ومن الأمم المتحدة، ولم تتوفر ضمانات وصولها إلى المحتاجين. وفي ظل استمرار تورط المنظمات الأممية في الفساد والتلاعب بأموال المعونات واستعداد الميليشيا الدائم لتلقفها ونهبها، فإن مؤتمر المانحين يصبح صندوقاً أسوداً لابتلاع الأموال وغسلها من خلال تقاسمها بين قادة الحوثيين والمنظمات الأممية العاملة في اليمن، وفي المصلحة تتحول تلك الأموال إلى مجهود قتالي يطيل الحرب ويضاعف المأساة الإنسانية. إذن نرحب بكم مجدداً مشاهدينا الكرام. إذن نتحدث حول مؤتمر المانحين الذي عقد بالأمس والمخرجات ربما والتعهدات التي خرج بهذا المؤتمر أكثر من 1,000,000,000 دولار، ولكن أنطونيو غوتيريش تحدث ربما أن هذه التعهدات ونتائج هذا المؤتمر مخيبة للآمال. نجدد التحية بالسيد محمد الأحمد، الصحفي والناشط المعروف، وكذلك السيدة عبير عطيفة، المتحدثة الإعلامية باسم البرنامج الأغذية العالمي في اليمن. نرحب بكم مجدداً. إذن سيد
محمد، كيف تقيم المؤتمر الذي عقد بالأمس ربما انطلاقا من حديث أنطونيو غوتيريش بأن نتائج هذا المؤتمر كانت مخيبة للآمال؟ تحية لك أولا وللمشاهدين ولضيوفك. الحقيقة أنه أصبح الحديث عن أو انعقاد مؤتمر للمانحين لدعم خطط الاستجابة الإنسانية التي تطلقها الأمم المتحدة في اليمن يعني أصبح مناسبة دورية كل عام من أجل الدفع بالمانحين لتمويل مشاريع المنظمات الإغاثية والوكالات التابعة للأمم المتحدة في اليمن. هذه المؤتمرات وإن كانت في الحقيقة من وجهة نظر العديد من اليمنيين تمثل إشكالية كبيرة أساساً، لأنه يعني اليمنيون بطبيعتهم يأنفون طلب مساعدات باسمهم أو استخدام معاناتهم والمأساة التي يغرقون فيها للحصول على تمويلات تذهب في معظمها موازنات تشغيلية أساساً للوكالات التابعة للأمم المتحدة، وما تبقى منها يذهب بالتقاسم مع ميليشيا الحوثيين، والفتات القليل ربما يصل إلى المستحقين. ولذلك في كل فترة وأخرى تطلق الوكالات التابعة للأمم المتحدة تحذيرات من استمرار المجاعة وسوء التغذية ومن تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية لليمنيين، بمعنى أن هذه التمويلات وهذه المشاريع التي تنفذها الوكالات التابعة للأمم المتحدة لا تفي بالحاجة ولم تضع حدا للمأساة وللجوع ولسوء التغذية ولغياب الرعاية الصحية، والسبب هو أنه يتم إدارة هذه المشاريع وهذه التمويلات فقط لعلاج المشكلة الظاهرة دون الوصول إلى جذر المشكلة والمتمثلة أساساً في استمرار الحرب والنزاع المسلح. وبالتالي لكن مع ذلك أيضاً يعني هذه الجهود لا شك أنها محل تقدير، وطالما أن هناك جهود دولية تشارك اليمنيين معاناتهم وشعورهم بالخذلان فهذا موقف يعني تشكر عليه كل الأطراف والجهات الدولية التي يعني تشارك اليمنيين مأساتهم وتشاركهم الشعور بحالة الخذلان والعجز إزاء هذه الحرب المدمرة التي يعاني منها اليمنيون على مدى ست أو أكثر من ست سنوات. نعم، سأعود لك سيد محمد، الكثير من النقاط تحدثت بها، دعنا الآن نشرك معنا السيدة عبير عطيفة. مساء الخير سيدة عبير، إذا أنطونيو غوتيريش تحدث عن خيبة أمله لنتائج هذا المؤتمر، انحسار ربما التعهدات هذا العام مقارنة كما تحدث أنطونيو غوتيريش ب 2020 و 2019 إلى ماذا يشير؟ هل هناك ربما عدم الثقة بهذه الدول بمنظمات الأمم المتحدة أو إلى ماذا يشير سيدة عبير؟ طبعا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين. مساء الخير. وعلى ضيفك الكريم. بالنسبة طبعا لضعف استجابة المجتمع الدولي في مؤتمر المانحين بالأمس هو يعكس الوضع الاقتصادي الذي يعاني العالم من جراء جائحة كورونا، وطبعا هذا الوضع لا ينطبق فقط على اليمن ولكن ينطبق على كثير من عمليات الإغاثة الطارئة في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال اليوم برنامج الأقصى العالمي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أصدروا بيان صحفي عن نقص الإمدادات ونقص المساعدات المادية بالنسبة لعملية اللاجئين في شرق أفريقيا، وبالتالي الوضع لا يمس اليمن فقط ولكن يمس عمليات الإغاثة الإنسانية في كل أنحاء العالم. طبعا المؤتمر بالأمس كان مخيب للأمال بصورة كبيرة، وأعتقد أن كل قيادات الأمم المتحدة عبرت عن استيائها. السيد مارك لوكوك وهو المنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة قال أنه سيعتبر هذا دفعة تحت الحساب. بالنسبة للسيد أنطونيو غوتيريش أعلن أن طبعا التعهدات التي قدمت هي محبطة ولا تكفي. طبعا الأمم المتحدة أطلقت نداء ل 4 مليار دولار أمريكي، وبالأمس لم يكن هناك لم نصل حتى على نصف هذا المبلغ. معظم الدول التي كانت تمول برنامج الأغذية العالمي
مثل المملكة المتحدة بريطانيا أعادت أو يعني بررت انخفاض يعني تمويلها لعمليات الإغاثة في اليمن إلى أقل من النصف بالوضع الاقتصادي الموجود في العالم وخاصة بريطانيا. يعني سيدة عبير أنت أرجعتي ربما هذا الانحسار في ربما التعهدات للوضع الاقتصادي في العالم بسبب جائحة كورونا. خلال ربما الأعوام السابقة كانت هناك أيضا تعهدات ومنح أتت إلى اليمن ولكن لم تصل إلى مستحقيها وكانت هناك مبالغ كبيرة الآن، وهذا المبلغ كما يعني تحدثتي مبلغ لا يتوائم ربما مع حجم الكارثة الإنسانية في البلاد، فهل الآن ستكون هناك ربما آلية لتوزيعها؟ هل هناك أولوية سيدة عبير؟ مبدئيا احنا يعني العمل معظم الحكومات تراقب على ميزانيات برنامج الأصدار العالمي، وسواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية ولا المملكة المتحدة هناك آلية يعني التأكد والتحقق من أن المساعدات تصل إلى مستحقيها من قبل برنامج الأغذية العالمي. ولذلك يعني حصلنا على تمويل للأسف في أيام كان أضعف من أيام أخرى، لكن إحنا نحن نعمل في أكثر من 80 دولة حول العالم. بالنسبة يعني مساعدتنا تصل إلى مستحقيها. طبعا هناك مشاكل بتواجهنا أكيد موجودة كما هي موجودة في أي منطقة صراع. هناك الكثير من التعقيدات، عملية توقيت المساعدات على نقاط التفتيش لأيام وأيام بتؤدي إلى فساد بعض المواد الغذائية، ولكن إذا نظرنا إلى حجم العمل في داخل اليمن فنجد ونسبة هذه المشاكل فنجد أنها لا تمثل يعني نسبة كبيرة، ومعظم المساعدات تصل إلى مستحقيها. للأسف نحن بسبب ضعف التمويل منذ شهر أبريل الماضي اضطررنا إلى قفض المساعدات التي تصل إلى حوالي 8 مليون شخص في داخل اليمن. ومع ضعف الأزمة ومع ضعف التمويل في هذا العام ربما سنشهد آثار أكثر سلبية على العمليات بسبب هذا النقص. ربما عام عن عام آخر سيدة عبير هناك طبعا مشاكل إنسانية وكوارث إنسانية حاليا بما يتعلق بأحداث مأرب ونازحو أيضا مأرب، هل يشكل لكم هذا الموضوع أولوية وأهمية الآن؟ أكيد طبعا بالنسبة للوضع في مأرب سيكون هناك طبعا تعامل سريع مع الأزمة في مأرب حتى نستطيع إنقاذ حياة الأشخاص الذين يعانون من الصراع المسلح الذي هو موجود الآن في هذه المنطقة. لكن يعني اليمن كلها، كل مناطق اليمن لها أولوية، لأن كل هذه الأسر بتعاني عملية، إذا كان كنا نتحدث عن 400,000 شخص، 1,000 طفل يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد وسوء التغذية الوخيم، وإذا لم تصل إليهم المساعدات سيموت هؤلاء الأطفال، وبالتالي أصبح ليس هناك تفضيل لمنطقة على منطقة، كل شخص في اليمن يعاني من انعدام الأمن الغذائي هو أولوية للبرنامج. جميل، سعد لك يا سيدة عبير، ابقي معي. أيضا ينضم الآن معنا السيدة توفيق البذيجي المدير السابق للشفافية الدولية في اليمن. مساء الخير سيد توفيق. أهلا وسهلا، تحية لك. أهلا وسهلا. نعم، إذا قبل أنا بس ناشط حقوقي سابقا بالفعل. نعم. أوكي تمام. طبعا أنا سمعت قلت سنقوم بتعديل الصفة. إذا نحن نتحدث عن هذا المؤتمر سيد توفيق، سيد أنطونيو غوتيريش تحدث أن هناك نتائج وتعهدات مخيبة للآمال، كالمفترض أن يكون هناك 3 مليارات ولكن خرج هذا المؤتمر بمليار و700 مليون دولار، هناك ازدياد في الاحتياجات الإنسانية في اليمن في ظل ربما قلة الآن الموارد، فكيف سيتم التعامل مع ذلك والمواءمة بطبيعة الحال؟ مع الأسف الشديد أنه عدم استجابة الدول لما هو مخطط لديه لم يكن يعني وليد يعني مثلا اللحظة، ولكن كان بسبب ما قامت به منظمات الأمم المتحدة بالإضافة إلى توزيع هذه
المساعدات الإنسانية، فكان هناك إخفاق شديد في إدارة هذه الأموال بشكل جيد، فهذا انعكس ليس فقط على المانحين ولكن حتى على مستوى المواطن البسيط لم يعطي اهتمام لهذا المؤتمر وما هي مقدار الأموال التي جمعت، لأنه مع الأسف الشديد لم تلبي الحد الأدنى من طموحات وتطلعات المواطنين. طبعا نحن كما أشارت الدكتورة أنه المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة هي تعمل وملتزمة وفقا لمبادئ الحوكمة، ومن المفترض أنها تكون ملتزمة بهذه المعايير والمبادئ، والتي يجب طبعا عليها الإصلاح عن هذه المساعدات المقدمة لليمن وأوجه صرفها للجمهور. طبعا صحيح أن هناك بعض التصريحات من هذه المنظمات بأنها ملتزمة بهذه المبادئ وخاصة وأنها مع معايير المبادرة الدولية للشفافية والمعونة، ولكن مع الأسف الشديد نلاحظ أن هذه المنظمات أو بعض هذه المنظمات لا تلتزم بالحد الأدنى من الشفافية، وهي نشر المعلومات عن المساعدات وكيفية إدارة هذه المنح وعدم الإفصاح عن التقارير المالية وأين تذهب هذه الأموال. وبالرغم من أن هناك علم الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية في انحراف بعض هذه الأموال عن مسارها الحقيقي، ولكنها تتغاضى عن التصريح أو حتى تتغاضى عن عمل حلول واقعية على أرض الواقع. وأعتقد أنه طب لماذا سيد توفيق تحدث يعني نقطة مهمة جدا، ربما والشعب اليمني يعني يتحدث عن أموال أيضا كانت سابقة ولم تصل إلى مستحقيها، ونتحدث ربما عن فساد وعدم شفافية، الآن لماذا لا تصدر هذه المنظمات تقارير سابقة، وكيف أيضا سيتم التعامل مع التعهدات الجديدة؟ هل ستكون هناك ربما ضغوطات أكثر لكي تكون هناك شفافية أكبر؟ أنا في اعتقادي أن هناك يعني هناك أسباب، ومن ضمن الأسباب أنه تقريبا تخصص نسبة كبيرة من هذه المنح تصل إلى 40% كرواتب ومصروفات إدارية. ثانيا هناك سوء إدارة في المنح والمساعدات، وهناك في تضارب في توزيع هذه المنح. مثلا صديقي خبرني بتعيد أنه في مناطق لا ما تحتاجش ماء، ولكن بحسب البرنامج انه من المفترض ان يتم عمل مشروع او مساعدتهم في المياه. هناك يعني اشعر انه هناك في سوء اداره في المنح، بالاضافه الى اعتقد انه هناك فساد اداري ومالي من بعض المنظمات المحليه التي تتعامل مع المنظمات الدوليه وتنفيذ لهذه البرامج، وهذه طبعا المؤسسات او المنظمات لا تلتزم بالحد الادنى من الشفافيه، وهي تحتاج انه تنفذ هذا البرنامج او المنحه كيفما كانت، اهم شيء انها تحصل على هذه الاموال وتاخذ النسبه المخصصه كمصروفات اداريه، وبالتالي لا يهمها ما هو الهدف الاساسي او ما هو المردود من هذه المساعدات. هم بالأساس ينفذ مشروع وأنه هذا هو هدفه الأساسي، ولكن هل هذا المشروع قام بالهدف المناط إليه؟ هل وصل للشريحة المستهدفة؟ ولكن أرى أنه هنا القصور، وهذا يعتبر يعني الفساد الحقيقي. ورقم اثنين، أشعر أنه كذلك أنه التورط المنظمات هذه او الدوليه في يعني اخفاء المعلومات او عدم نشر المعلومات الحقيقيه. ومثلا عندما تعلم الامم المتحده او المنظمات الدوليه اين تذهب هذه المساعدات، لا تصرح اين تذهب هذه المساعدات، وحتى اذا علمت لا تقوم بعمل الحلول المناسبة على أرض الواقع. هذه كمان المشكلة.
نعم، وصلت الفكرة سيد توفيق، وأشكر تواجدك معنا رئيس المجموعة الدولية للشفافية والنزاهة السيد توفيق البديجي، شكرا جزيلا لك. سيد محمد، ألا يعتبر أيضا عدم الشفافية وإصدار أيضا تقارير من هذه المنظمات يعني عن تعهدات ربما سابقة ومبالغ أيضا سابقة وكيف صرفت وأين صرفت أيضا يمثل ربما أيضا تحدي كبير وأيضا عائق الآن لوصول هذه المساعدات أيضا والتعهدات الجديدة؟ هذا صحيح بالتأكيد، لأنه كانت تتحدث الضيفة العزيزة عن أنه الوضع الاقتصادي على المستوى الدولي بسبب جائحة كورونا لا شك أنه بالفعل أثر على اقتصاديات العديد من الدول بما في ذلك المانحين، ولكن في المقابل أيضا أعتقد أن مستوى الثقة بعمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة في اليمن اهتز كثيرا، اهتزت ثقة المانحين بالوكالات التابعة للأمم المتحدة، وهذا التراجع في مستوى الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية أعتقد أن جزء كبير منه بسبب تراجع مستوى الثقة بالمنظمات الإغاثية العاملة في اليمن بما في ذلك المنظمات التابعة للأمم المتحدة. وخلال السنوات الماضية نتذكر أن ناشطين يمنيين نظموا حملات، نتذكر حملة وين الفلوس صحيح، التي سلطت الضوء على كثير من الإشكاليات في غياب الشفافية لدى المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، سواء ما يتعلق بحساباتها الختامية عدم نشرها أو أيضا مصير الأموال التي والتمويلات التي تذهب إلى هذه المنظمات أو النفقات التشغيلية الباهظة على المشاريع وعلى يعني على الموظفين الإداريين وعلى نفقات تشغيلية للوكالات والمكاتب والموظفين، بينما لا يذهب سوى الفتات إلى المستحقين. وبالتالي هذا جزء أيضا من يعني أسباب تراجع ثقة المجتمع الدولي والمانحين بالأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها. لكن أعتقد أيضا هناك إشكاليات كثيرة، يعني على سبيل المثال عندما يتحدث أحد التحقيقات الاستقصائية التي تتبعت أنشطة الوكالات التابعة للأمم المتحدة في اليمن أن برنامج الغذاء العالمي أنفق 1,200,000 دولار أجور إنترنت خلال سنة واحدة، هذا مبلغ كبير بالنسبة لليمنيين. وأيضا تحدثت بعض التحقيقات عن تضارب مصالح بين البرنامج الغذاء العالمي وبعض قيادات الميليشيا الحوثية صحيح. وهناك أيضا رضوخ من طرف الوكالات التابعة للأمم المتحدة العاملة في اليمن لاشتراطات الحوثيين فيما يتعلق بسياسات توزيع المساعدات الإنسانية واشتراطات الحصول على أو على حق الوصاية والإشراف على نشاط هذه المنظمات وأين تذهب هذه المساعدات. وبالتأكيد كثير من المساعدات تذهب لخدمة الميليشيا ولمجهودها الحربي، وهذا يساعد في تغذية حتى الصراع في اليمن للأسف الشديد. هذا جزء من الإشكالية التي الحصلة في اليمن والتي تلقي بظلالها أيضا على تفاقم المأساة اليمنية، ناهيك أيضا عن إشكاليات في التغاضي عن سلوك الميليشيا فيما يتعلق بمنع وصول المساعدات الإنسانية وأيضا انخراط بعض الوكالات المعنية بالشأن الإنساني في ملفات سياسية، عندما تبدي بعض المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة موقفها المتعاطف مع ميليشيا الحوثيين إزاء موقف سياسي معين، فإن هذا أيضا يضر بمسألة العمل الإنساني والإغاثي ويقدم خدمة لهذه الميليشيا للاستمرار في الحرب والانقلاب وتغييب مؤسسات الدولة واستمرارها أيضا في نهب المساعدات ومنع وصولها إلى مستحقيها. جميل. سيدة عبير، ربما سمعت من ضيوفي يعني هناك عدة ملاحظات ربما ومآخر لعمل المنظمات الدولية، ولكن دعيني أتوقف بما يتعلق بالميليشيا وربما أيضا تعاطي الميليشيا واشتراطاتها أيضا على منظمات الأمم المتحدة وما تقوم به أيضا من تعطيل وصول هذه المساعدات إلى ذوي يعني المحتاجين. كيف سوف تتعامل الأمم المتحدة الآن مع ذلك؟ هل سوف تتماهى؟ هل سيكون هناك تعامل آخر أو ربما يعني سيتم الضغط على الميليشيا؟ سيدة عبير، برنامج الأغذية العالمي، بس أنا عايزة أرد على كذا نقطة. أولها أن برنامج الأغذية العالمي بيعمل في 80 دولة حول العالم، وهناك شفافية تامة فيما يخص عملية صرف المساعدات والمصاريف الإدارية والتشغيلية. هذه الأرقام بتطلع عليها تطلع عليها الدول المانحة وبيتم مراقبتها من قبل جهات قيادية
حتى يكون هناك تأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها، كما هو الحال في أي منطقة صراع وفي منطقة نزاع. هناك طبعا مشاكل بتواجه المنظمات الإنسانية في العمل عامة. نحن منظمة إنسانية، ليس لنا أي هدف سياسي، وهدفنا الأول هو الوصول بالغذاء إلى من يحتاجه وإنقاذ الأرواح، وبالتالي نتعامل مع كل الجهات سواء كانت هذه جهات رسمية أو غير رسمية، حتى نستطيع الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة وبمنتهى الشفافية الكاملة. وهناك دائما البرنامج دائما بيرفع صوته وبيتحدث عندما يكون هناك تجاوزات من قبل هذه الجهات. جميل. الدول المانحة كما ذكرت مشكلتها ليست شفافية البرنامج وليست عدم قدرة البرنامج على على العمل بحيادية في اليمن، لكن مشكلتها إن عملية التمويل واقتصاد هذه الدول هو ليس على المستوى المطلوب. كان هناك في وقفة وقفها برنامج الأغذية العالمي عندما كان هناك في عملية تهريب المساعدات يعني الوصول بها إلى مناطق غير التي تستهدف هذه المساعدات، ووقفنا في نهاية عام 2018، وكان هناك البرنامج أوقف عملياته الإغاثية في كثير من المناطق الشمالية في اليمن. بعدها كان هناك عملية إصلاح المسار وعدنا إلى تقديم المساعدات إلى الأسر المحتاجة، وقمنا أيضا بالعمل على عملية التسجيل البيومتري حتى نستطيع أن نتأكد أن الشخص المسجل هو الشخص الذي يحصل على هذه المساعدات. وأعتقد في المناطق الجنوبية كان هناك تقدم ملحوظ في التسجيل البيومتري، وفي المناطق الشمالية نحن الآن في يعني هناك تقدم ملحوظ في تسجيل أعداد كبيرة من المستفيدين. نعم، أنا أشكر تواجدك معنا سيدة عبير واسعة صدرك أيضا، وشكرا أيضا على توضيح الكثير من النقاط سيدة عبير عطيفة المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمي في اليمن. شكرا جزيلا لك سيدتي لانضمامك معنا. مشاهدينا سوف نواصل حديثنا حول هذا الموضوع، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم وفي حديث المساء. نتحدث اليوم عن مؤتمر المانح الذي عقد بالامس، وهذه النتائج المخيبه او ربما التعهدات المخيبه للامال كما تحدث الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش. بقي معنا السيد محمد الاحمدي الصحفي والناشط المعروف، والان ينضم معنا السيد نجيب السعدي رئيس الوحده التنفيذيه لمخيمات النازحين. مساء الخير سيد نجيب. مساء النور، اهلا وسهلا بك. تحيه لك سيدي. نعم، اذا نتحدث عن هذا المؤتمر ومخرجاته وتعهدات المانحين، كيف تنظرون انتم لهذه النتائج؟ هل سيكون دور الحكومه الشرعيه ربما ب يعني كيفيه توزيع هذه المساعدات هذه المره ام لا؟ في الحقيقة كانت كلمة دولة رئيس الوزراء الدكتور معين واضحة، وطالب فيها بشراكة حقيقية مع المنظمات الدولية، شراكة في التخطيط، شراكة في الرقابة، شراكة في التنفيذ، شراكة في تقييم الأداء للمنظمات الدولية. الحاصل كما كان في السابق أن المنظمات الدولية للأسف الشديد تستلمها المعونات من المانحين وتعمل بمعزل عن الجانب الرسمي والمؤسسات الدولة. أعتقد هذا هو أحد الأسباب التي تسببت في شحة التمويل، نظرا لأن الجانب الرسمي مغيب. أيضا كما أن المنظمات الدولية تقوم بإعداد خطط الاستجابة بأرقام ليست مستقاة من الجهات الرسمية، هذا يضعف الخطة الاستجابة. كذلك يجعل أثرها غير ملموس وغير منظور. من المؤكد أن المانحين يراقبوا خلال 6 سنوات يراقبوا الأداء، فنظرا لهذه الأسباب كلها لعدم وجود أثر ملموس للخطط الاستجابة، أيضا نظرا لأنها لا تغطي، يعني يدفع المانح وفي الأخير لا زال هناك فجوة كبيرة، هذا يجعل المانح يحكم.
لذلك نحن نرى أن المنظمات لابد أن تكون هي والجانب الحكومي يعملون يدا بيد من أجل في التخطيط وتحديد الاحتياجات، كذلك في الرقابة على تقديم الرقابة على التدخلات. نعم، من الأهمية بمكان أيضا سيد نجيب أن أسألك الآن بما يتعلق بمخيمة النازحين في محافظة مأرب، ما أهم التدخلات الآن، وهل سيكون أيضا يعني نصيب لهذه التعهدات ليعني إغاثة الناس بالنسبة للنازحين جراء ما يحدث الآن من أحداث في مأرب؟ أستطيع أقول لك بكل أسف أنه مأرب إلى زالت إلى اليوم تدار إنسانيا من قبل مكاتب المنظمات في صنعاء. هذا ومكاتب المنظمات في صنعاء يجعلها تحت سيطرة جماعة الحوثي، تحت التأثير، تقع مؤكد أنها تقع تحت التأثير. أيضا في هذا العام حصل تلاعب كبير بقضية أعداد النازحين من قبل المنظمات الدولية، حيث تقاريرها تحدثت عن وجود 26% من النازحين في مناطق الشرعية و 74% في مناطق الحوثي. هذا سينعكس على تقديم الخدمات، والرقم هذا غير صحيح ورقم متلاعب فيه بشكل كبير جدا، حيث أن النازحين في المناطق المحررة بقرابة 72%، في مأرب لوحدها 58% من إجمالي نازحي الجمهورية بشكل عام. لكن المنظمات لا أدري ما السبب في هذا التلاعب، رغم أننا خاطبناها ولا زلنا نخاطبها بتصحيح الأرقام، وهو سنستمر حتى يتم تصحيح الأرقام. ستنعكس سلبيا حقيقة، هذا التلاعب بالأرقام سينعكس سلبيا على التدخلات المنظمات وعلى النازحين في مأرب وكذلك في بقية مناطق الشرعية. نعم، يعني حاليا هل أفهم من كلامك أنه يعني يتم استثناء الحكومة من أنها تشرف ربما على توزيع هذه المساعدات أو حتى الإشراف في كيفية أيضا يعني إنفاق هذه المساعدات؟ كانت الحكومة في الأعوام السابقة حقيقة مستثنة من الإشراف الحقيقي على، لكن حاليا هي متواجدة الآن في عدن، متواجدة الآن في عدن، فبالتالي هل اختلف التعاطي؟ نحن نؤمن، لا نستطيع نقول أنها مستثنة الآن، لكننا نؤمن أن يكون دور الحكومة فعال وأن تقوم كل الجهات المعنية بواجبها من أجل الرقابة وتوزيع هذا الدعم. لا بد من عمل مكثف من قبل كافة الجهات المعنية من أجل توجيه الدعم الوجهة الصحيحة وتصحيح الاختلالات التي تمت في السابق. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين، شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا. سيد محمد، يعني سمعت ما تحدث به السيد نجيب بالنسبة للنازحين، وربما أنا يعني سألته هل تمثل الآن ما يحدث الآن في مأرب والأحداث يعني إلى الآن ربما لا توجد أولوية ربما أو حتى خطة لإغاثة الناس بالنسبة لنازحي مأرب؟ صحيح، أولا أنا أود أن أؤكد مرة أخرى أنه مع كل التقدير لجهود المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن، ومع الأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات والتحديات الكبيرة على مستوى الأمن الشخصي ومع استمرار النزاع المسلح، يعني كل هذه الأمور والتحديات تمثل عائق كبير في الحقيقة أمام فرق الإغاثة والمنظمات العاملة في المجال الإنساني والإغاثي. يعني هناك تحديات حقيقية فعلا وهناك مخاطر، ولكن أيضا لا يمكن إخفاء وجود اختلالات كبيرة وفساد وتضارب مصالح وأيضا تسييس أحيانا لعمل المنظمات الإغاثية، وهذا أيضا يعني مثل ما عبرت الأمم المتحدة عن خيبة أملها بالمانحين، أيضا الشعب اليمني يشعر بمرارة وخيبة أمل كبيرة إزاء المنظمات الأمم المتحدة عموما والوكالات التابعة لها. ما يتعلق بمسألة النشاط الإغاثي والعمل الإنساني في محافظة مأرب، يعني تحدث نقطة يعني مهمة، تحدث عن اختراق الحوثيين لهذه المنظمات العاملة في مأرب، هذا طبعا موضوع خطير. لا شك أنه أولا الإطار الجغرافي الإقليمي الذي تعمل فيه المنظمات العاملة في مأرب يخضع للمكاتب في صنعاء، يعني لسلطة الميليشيا الحوثية، ونعرف أيضا أن الميليشيا الحوثية أنشأت إدارة خاصة بتنسيق العمل الإنساني والإغاثي تخضع كل البرامج والأنشطة وحتى قوائم المستفيدين من العمل الإنساني
والإغاثي لميليشيا الحوثيين بالموافقة أو الرفض، وهناك تلاعب بقوائم المستفيدين التي تقدم لهذه الهيئة، هيئة تابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولية التابعة لميليشيا الحوثيين في العاصمة صنعاء، وبالتالي أيضا حتى يتم إدراج أسماء وجداول للميليشيا من عناصرها ومسلحيها. اليمنيون شاهدوا، وسائل الإعلام نشرت مساعدات إغاثية تباع بالسوق السوداء وتذهب لصالح الميليشيا الحوثية، شاهدوا أيضا مساعدات إغاثية تابعة لوكالات تابعة للأمم المتحدة موجودة في مواقع الميليشيا الحوثية العسكرية، بمعنى أنها مؤن لتمويل الحرب. وهذه إشكاليات لا يمكن التغاضي عنها أو السكوت عنها أو محاولة إنكارها. في الحقيقة هناك اختلالات حقيقية واضحة في أداء المنظمات الإنسانية والإغاثية لا سيما التابعة للأمم المتحدة بسبب سطوة التدخل الميليشيا الحوثية في عمل هذه المنظمات. المشكلة في مسألة النازحين والوضع الإنساني في محافظة مأرب أن هذه المحافظة أساسا لم تكن مهيئة لاستقبال هذه الأعداد الهائلة من النازحين، هناك ضعف في البنية التحتية للخدمات الأساسية في المحافظة، هناك جهود كبيرة تبذلها السلطة المحلية في محافظة مأرب لكنها لا تفي بالحاجة، يعني الاحتياجات أكبر من قدرة السلطة المحلية هناك، يعني نتحدث عن 90 مخيما للنازحين، نتحدث عن أكثر من 2 مليون نازح، وهؤلاء النازحون في الأساس هم هربوا من بطش الميليشيا الحوثية واليوم يواجهون مصيرا مخيفا ومرعبا في حال استمرت الميليشيا الحوثية في هجماتها الوحشية على مخيمات النازحين وعلى محافظة مأرب. بالتالي يعني هناك العديد من النقاط عندما نتحدث عن ملف الموضوع الإنساني والإغاثي في اليمن وعن نشاط المنظمات الإنسانية، أن المنظمات الإغاثية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة خيبت أمل اليمنيين. أيضا هناك أحيانا مواقف تتخذها توحي بأن هذه المنظمات تمارس نوعا من التستر على ميليشيا الحوثيين في ما يتعلق بسرقة المساعدات أو الهجمات التي تستهدف المدنيين أو إعاقة وصول المساعدات لمستحقيها، يعني هناك نوع من سياسة التدليل تمارسها هذه الميليشيا وتغض الطرف عن يعني المنظمات أقصد تغض الطرف عن سلوك الميليشيا فيما يتعلق بتعاملها مع المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة. ما يتعلق بمؤتمر المانحين ومخرجاته، أنا أعتقد أنه والكثير من اليمنيين يودون أن تكون هذه المؤتمرات فرصة لدعم التعافي الاقتصادي في جميل. البلد. هذه كنت النقطة اللي أريد أن أختم معك فيها، يعني تحدث معي عبد الملك بالعديد عن هذا الموضوع الحق. ربما ولماذا لا يكون فقط يعني التركيز فقط هو على الموضوع الإغاثي، لماذا أيضا لا يتم دعم التعافي الاقتصادي كما تحدث وتنمية مستدامة؟ هل باعتقادك يعني هناك مؤشرات أنه سيتم التعاطي مع هذا الموضوع يعني وتغير استراتيجيات؟ للأسف لا توجد مؤشرات عن رغبة دولية ورغبة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها فعلا محاولة إنقاذ اليمنيين والشعب اليمني من هذا المأزق الكبير الإنساني الذي وقعوا فيه بسبب الحرب وانقلاب الميليشيا الحوثية. يعني في الحقيقة ما طرحه رئيس الوزراء معين عبد الملك خلال مداخلته في مؤتمر المانحين مهم للغاية، وهي الإشكالية أولا هو وضع الحكومة الشرعية اليوم، صحيح أنها عادت إلى العاصمة المؤقتة عدن لكن تحركاتها محدودة للأسف، وربما هناك قصور في قدرتها على حماية البعثات والسفارات والقنصليات وفرق الإغاثة الإنسانية بسبب استمرار سيطرة الميليشيا الممولة إماراتيا المدعومة من الإمارات في السيطرة على المنافذ وعلى الشأن العام والملف الأمني بشكل عام في العاصمة المؤقتة عدن. هناك إشكالية في الحقيقة في ضعف أداء الحكومة الشرعية، وهذا يلقي بظلاله على العديد من الملفات بما في ذلك الملف الإنساني، لكن أيضا من الأهمية بما كان التأكيد على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي يعني أن يستغل هذه المؤتمرات أو أن يدعم التعافي، مسألة التعافي الاقتصادي في البلد، أن تكون هذه المساعدات عن طريق البنك المركزي بحيث يساعد أو يساهم في تعزيز يعني قيمة العملة الوطنية، بالإضافة أيضا إلى دعم الحكومة اليمنية
يعني السيطرة على موارد صحيح. الدولة الاقتصادية بما في ذلك المطارات والموانئ، ولا يتم فقط يعني التركيز على جهود إغاثية فقط. بالضبط. نعم، دعنا نتوقف عند هذه النقطة سيد محمد، وأشكر تواجدك معنا السيد محمد الأحمدي الصحفي والناشط المعروف، شكرا جزيلا لتواجدك معنا الليلة، ونشكر كل من انضموا معنا، السيد توفيق البذيجي رئيس المجموعة الدولية للشفافية عفوا والنزاهة، وكذلك السيدة عبير عطيفة المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمي في اليمن، وكذلك السيد نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من حديث المساء، ألقاكم على خير.